فيكم ببرنامجكم الرمضاني لمحبين السرعة والحركة والتكنولوجيا أوتوموبيل. اليوم عنا سيارة مميزة جدا جدا جدا، السيارة الرياضية الاستثنائية، السيارة اللي صممها مهندسين بيجون سبورت خصيصا لعاشقين رياضة السرعة. هي سيارة جذابة وراديكالية فعلا بكل تفاصيلها. اليوم رح نحكي عن النسخة الرياضية جي تي اي لسيارة ال 308. بكل تفاصيلها لنطلع بسيارة عالية الجودة وتجربة قيادة رياضية بامتياز. هي حقيقة سيارة بيجو سبورت لأنها رياضية فعالة وبتعطيك كتير متعة أثناء قيادتها. أول شيء التصميم الرياضي مش ممكن تخطئه لأنها أكثر انخفاضاً من المركبات العادية. إلها عدة ألوان تم اختيارها بعناية، وكمان إلها تصميم كوب فرونش مثل السيارة اللي معنا اليوم، فيها بيندمج اللون الأسود من الخلف مع اللون الأحمر أو الأزرق. هذه فعلاً سيارة استثنائية بكل المقاييس. بالهيئة الأمامية بنشوف فتحات التهوية الكبيرة لسماح بتبريد المحرك، أما الجريل الأمامي فهو باللون الأسود اللامع ليأكد على الهوية الرياضية لإلها. 308 جي تي اي هي سيارة رياضية استثنائية بتخاطب كل أحاسيسك، بكفي إنك تسمع زئير المحرك لتحس بقوته. بال 308 جي تي اي هلأ متوفرة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر توربو وبقوة 270 حصان مع الغيار اليدوي بست سرعات، وهو غيار عالي الدقة. بهالمحرك تقدر 308 جي تي اي تتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة خلال بس 6 ثواني، وبتقدر تقطع مسافة 1000 متر من وضعية الانطلاق خلال 25 ثانية. هي سيارة إذن دقيقة جدا، رشيقة ثابتة لتحسسك بالأمان على مختلف السرعات. مميزة جداً، قياس 19 إنش كربون وبتعزز الطابع الرياضي والمكابح القوية طبعاً الحمراء هون بإمضاء بيجو سبورت. أما من الخلف فعندها فتحتين أكزوست بالإضافة لديفيوزر، وفيها ترس تفاضلي محدود الانزلاق من نوع تورسن ليعزز ديناميكيات القيادة على المنعطفات. داخل أيضاً بتعكس 308 جي تي اي سمات القوة والتصميم الرياضي بكل أناقة وباستخدام مواد عالية الجودة. المقاعد الرياضية مطرزة باللون الأحمر، وعلى إطار الباب حتى بنشوف أيضاً علامة بيجو سبورت. في اهتمام كامل بكل التفاصيل، والألومنيوم مستخدم بمقبض الجير، بمساند الأقدام، بالدواسات، كل التفاصيل رياضية بامتياز. شاشة الـ LCD الذكية قياس 9.7 إنش مرتفعة، والمقود الرياضي الصغير اللي بيسمح بدقة عالية بالقيادة وهو سريع الاستجابة. كم عدد الأحصنة بـ 308 جي تي اي؟ كل هذا ما بيعطي إلا لمحة عن أدائها الرياضي الفائق. تقنيات عالية طورها مهندسين بيجو سبورت انحطت بها سيارة لتمنحكم تجربة قيادة ممتعة ومحمسة، ولتحتل بيجو سبورت مكانة مرموقة كونها القسم المكرس لتطوير السيارات عالية الأداء ببيجو. لتجربها وتتعرف عليها ما إلك إلا أوتوزون، وكيل بيجو الحصري بفلسطين. إلكم محبتنا دائما من بيجو. إلى اللقاء.